طيب ركبت الثنتين للحين، أيضا ركب السماعة في بلا. فالمكسر ذا اسمه مكسر يا سيد. طيب الآن ادخل لعبة، ادخل مقطع يوتيوب. اصبر خلينا نفتح اليوتيوب. ما في صوت. اشوف ايش بك زين. طيب صوت ضعيف يا ولد. اي روح روح اعليه من المكسر. ها؟ علّه من المكسر. أعلى شيء. ايوه فنانة ممتاز. طيب شغلنا للحين الميكروفون وشغلنا الكيبورد وسوينا الميكروفون. الميكروفون كيف اشغله؟ الآن أروح في سلك الميكروفون. من تحت أتوقع، من تحت. لا، من الجنب، من الجنب. أيوه هذا هو. هذا تايب سي ولا وش؟ USB. روح أشبكه عند البي سي الكمبيوتر. عبودي باقي المسافة تبع الكيبورد. ايه مالك مالك عبودي مين؟ اسمي عبد الله. ايوه ايوه شوف كيف، شوف هالالوان يا شيخ. الله عليك يا شيخ، صوتك فنان والله. اسمع اسمع. يا الله يا طالع الطايف، قلبي الطاير، عليك خايف، قلبي عليك خايف. اي والله يا بنت حساني أبوك وصاني لا وصاني. توزن الفضة إلا بميزاني. يا شيخ والله اشكرم صوتك يا شيخ. تبوس الواوا تبوس الواوا تبوس الواوا. حبيبي وش أفضل كاميرا للبث؟ على البث سوني، بس انت اذا تبي كاميرا والله انصحك سوني، كذا شركة سوني. الكاميرا هذه اكيد تصحح التصوير. لا، كاميرا فيديو و وش اسمها وش وعدد. اسمها؟ علمني عن اسمها بشوف فين يبيعونها. اروح عند امازون السعودية ولا امازون. امازون. طيب ايوه اي واحدة. دقيقة خلنا في ايوه شوف اسعار. هاي وايد اصبر انا اقلب تحت. يو ب 12000 ورب لا الكعبة ما اخذتها لك. كان ايش؟ لا دقيقة، في انت تبي كاميرا ولا كاميرا عليها يعني ابغى لي واحدة كذي اقدر اشتريها ب 12000. هو والله شوف كاميرات سوني يا حبيبي كلها غالية. ما في اقل من 1000. 1000 اقل من 1000 ماشي. عدسات اقل من هذه 1000. هذه ب 450 ورني هذه حق صور الله يعافيك. وهذه ب 69 ريال يا ببلاش. هذه كوبر ما ادري اسمها اسمها ذي. طيب وش اسوي طيب الحين؟ طيب والله ما اخذت لي كاميرا والله والله ترى ما نشوف معلش. زين يا سعيد، ها؟ ما نشوف زين.
تعلم لي وش اسمها وانا اسمعني، شوف انت شوف السعر مناسب، شوف في كاميرات ب 3000. ها؟ انا اقول لك الصدق والله كاميرات. شوف انت تبي كاميرا تجملك صح ولا لا؟ ها سلم من 2000 ألف ريال وانت طالع، ما راح تلقى يا اخي يا سعيد. انا اقول لك المنطق،